اقفل بقى عشان وصلت البيت، ربنا يستر من جنان كل يوم. قلتلك انا اسفه. قوم يا بارد. رايح فين؟ رد عليا، انت ليك عين تنزل تاني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش لوحدي يا كريم عشان خاطري. مش لو سمحت، لو سمحت، معلش معلش عشان انا اسفه، مستعجل، ما تسيبنيش. انا جبت اخري من ساعه ما اتجوزنا وحصلت الحادثه وانا ساكت ومستحمل، دايما محسساني ان كل اللي حصل بسببي عشان ما كنتش جنبها. الدكتور قايل لي لازم تحسسها بالامان، واعتقد ان اللي هيتحل الموضوع ده. ايه اللي في ظهرك ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ محدش برد عليا ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب خلاص خلاص، مش لازم نتخانق. بس هو انا مش قلت لك ان النهارده كان الانترفيو بتاع الشغل، وانت عارف ان انا ما بعرفش انزل من البيت لوحدي، والدكتور قال ان لازم تبقى جنبي، انت عارف ان انا بخاف. انت ما بتردش عليا ليه؟ وقف كلمني. كلكم حيوانات، وتدوروا على أي فريسة تفرغوا فيها قرفكم. كان بسببهم قضيت عمري محبوسة في بيتي، وفي كل خطوة باخدها عيونهم، نفسهم. فكر ليه؟ دول وباء ولازم ينتهي. وباء. أنا بحارب نفسي كل يوم علشان أعرف أزورهم عيانة، عشان أعرف وحشهم. بيني وبين نفسي عشان اعرف ابقى بني ادم زي غيري. اتحمل كده ان قتلك ليهم هيعالج امك العيانه، هتروح شغلك وتجري ورا احلامك، هيوصلك انك تبقي بني ادم زيك زيهم. انا زيهم؟ لا لا، مش عايز. انا هنضف المجتمع العيان ده من امراضه. هيزتني بمرض، بمرض تاني. اللهم طولك يا روح. انت ليك عين ترجع وش الفجر كده؟ ما بتردش عليا ليه؟ محدش برد عليها ليه؟ ايه اللي حصل؟